طروحات ونقاشات ضمن الجلسة الختامية من الدورة العادية الرابعة لمجلس محافظة اللاذقية. كافة المواطنين لفتح حسابات مصرفية لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها. يرجى العمل على اجتراح الفلوس قبل استحالة المشكلة بشكل كبير. عم لاحظ أن في اختلاف من كل مصرف حتى مواقع التواصل، مدى صحة الممنع. أنا راح أقرأ المقال اللي نزل بس مشان بدنا نعرف. أي عضو مجلس محافظة بيجي لعندي لفرجيه شو عم بعطي الوحدات الإدارية شهرياً. مثل ما حكى الدكتور أوس عم تتوظف على مشاريع صرف صحي أو ما شابه. بتمنى يكون عندهم فكر، يكون عندهم رؤية لتطوير عمل الوحدات الإدارية أحسن من هيك. عمل الوحدات الإدارية وخاصة الشق الخدمي على قائمة أعمال الجلسة. الطرق أهم. نعم. توظيف الطرقات لأن الوضع سيء. كل هذه المشاكل نحن كأعضاء مجلس محافظة معنيين بطرحها وإيصالها إلى أصحاب القرار وإيجاد حل للمشاكل، وخاصة المشاكل أصبح المواطن في حال لا يحسد عليها. تم النقاش حول موضوع المصارف والبطاقة، حول الأموال المعتمدة للموظفين بشكل عام، وتم مناقشتها بكافة النواحي. طرحنا مشكلة معاناة المواطنين من المياه، وخاصة في القرى نتيجة التعديات على الشبكة وضعف الضخ وقلة مدة الوصل. في بعض القرى تصلهم المياه مدة نصف ساعة فقط، وهذه غير كافية. كما طلبنا بوضع برنامج رش دوري وشامل للمبيدات. اليوم تمت مناقشة مواضيع فتح الحسابات المصرفية شان الدعم للبطاقة الزكية، ومحاولة التسهيل على الأخوة المواطنين لفتح الحساب، بحيث أنه تم تمديد الدوام لحد الساعة السادسة مساء عشان فتح الحسابات، اللي هي بالمجمل كإجراءات بسيطة بتعتمد على صورة الهوية والهوية وحضور الشخص صاحب البطاقة. أول فتح حساب كنا نطلب بطاقة تكامل، صدر التعليمات أنه ليس بالضرورة يكون معه بطاقة تكامل. أي مواطن بحب يفتح حساب بالمصرف التجاري السوري يتفضل لعنا بيفتح هويته، يكون مصور صورة عن هويته ونفتح له حساب بكل وقت. كانت أغلب الأسئلة من سادة أعضاء المجلس حول البطاقة المصرفية، بطاقة الدفع الإلكترونية للمصرف التجاري السوري، فتح الحسابات المصرفية مشان موضوع الدعم. تمت الإجابة على أسئلة كافة الأعضاء، وتم التوضيح أنه البطاقة المصرفية أنه الإجراءات المتبعة لفتح حساب مصرفية هي إجراءات بسيطة جدا. نحن كل شيء مطلوب من المتعامل هو يجيب لنا صورة عن الهوية وهويته الشخصية ونفتح له حساب بكل بساطة. طبعا نحن أجبنا عن كافة الأسئلة من الأعضاء حول كافة المواضيع المتعلقة بالمصرف. تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وزيادة عدد طلبات المحروقات ضمن أعمال الجلسة. يعني نحن حاولنا نحط أبدان بعض الكازيات على محاور كسب الحفي الغرداحة جبلي. تم الاستماع لمداولات السادة أعضاء مجلس المحافظة حول موضوع القطاع الزراعي، وتم توضيح للأخوة للإيضاح أيضا للأخوة المواطنين والمزارعين عن آلية العمل، وخصوصا فيما يخص موضوع أتمتة المازوت الزراعي، التنظيم الزراعي، الخطة الزراعية الجديدة، والجهز لخطة إخماد الحرائق، سواء كانت ضمن الحرائق الغابات أو ضمن الأراضي الزراعية، والإجراءات الاحترازية اللي يجب اتخاذها سواء من قبل البلديات، من قبل الجمعيات الفلاحية، من قبلنا كمديرية زراعة، ومن قبل كوادر المحافظة، وتفعيل آلية التعاون ما بين كافة هذه الجهات للحد من أضرار الحرائق وتخفيضها لأدنى حد ممكن. طبعا تم كمان الاستماع لبعض تساؤلات الأخوة أعضاء المجلس والإجابة عن النقاط اللي تمت إثارتها. ناقشنا واقع المحروقات بالنسبة لطلبات البنزين، عندنا 11.5 طلب بنزين، طلبات المازوت 12، والحمد لله هي كافية لوضع المحافظة. وفي حاليا طلب أوكتان لتعبئة السيارات القادمة للسياحة بمحافظة اللاذقية، وراح يتم دعمها بطلب ثاني مشان يكفي الاحتياجات والمنع الازدحام بمحطات الأوكتان. والحمد لله يعني في عندنا 3 محطات أوكتان، واحدة بجبلة وواحدة بالشارع الحسيني باللاذقية وواحدة بالصناعة، وحاليا سيتم إضافة محطة أوكتان جديدة على طريق كسب منشان تخفيف الضغط والازدحام على المحطات. كان جدول أعمال مناقشة تقرير المكتب التنفيذي للزراعة والثروة المعدنية، إضافة إلى التجارة الداخلية وإضافة إلى الموازنة والتخطيط.
طبعا تركزت مداخلات الزملاء حول تأمين المستلزمات الزراعية للفلاحين، وخاصة فيما يتعلق بمزارعي التبغ، حيث المصرف الزراعي يطلب الموافقة الأمنية لتسليمهم الأسمدة، فكان هناك تأكيد من أعضاء مجلس المحافظة أن يتم تسهيل هذه الموافقات وتبسيط الإجراءات لتسليم الأسمدة. طبعا السيد مدير الزراعة نصح المزارعين أن يقوموا بالتنظيم الزراعي من خلال الوحدات الإرشادية، وبهذه الطريقة يتم إعفائهم من هذه الموافقات، وهذا أكيد للمستقبل يفيد المزارعين في حال لا سمح الله حدث أي كارثة على المحصول أن يتم أيضا التعويض من صندوق دعم الكوارث فيما يتعلق في من قام بالتنظيم الزراعي، ولكن من لم يقم بهذا التنظيم أكيد لن يكون له الفرصة بقبض المستحقات، فنؤكد على هذا الأمر على كافة المزارعين. طبعا طرح أعضاء مجلس المحافظة أيضا موضوع الانتهاء من أعمال التحرير تحديد والتحرير على مساحة المحافظة فيما يتعلق بالمناطق العقارية في المحافظة، حيث أجاب السيد مدير المصالح العقارية أن هذه العملية شبه منتهية بنسبة 97%. في موضوع الطرح موضوع فتح حسابات للمستفيدين من الدعم الحكومي مستقبلاً، وكضرورة أن يكون هناك تبسيط للمواطنين في فتح هذه الحسابات من قبل المصارف المعنية. أيضا تم طرح موضوع نقص المشتقات النفطية في المحافظة وتخفيض طلبات البنزين والمازوت في هذه الفترة التي يفترض أن تزيد طلبات المحافظة كون الموسم سياحي. تم طرح موضوع معالجة تراكم القمامة في الوحدات الإدارية وقيام الوحدات الإدارية بواجبها في ترحيل القمامة، وخاصة على الطرق الرئيسية لما تشكل من تشويه للمنظر العام وتسيء إلى الموسم السياحي. كان هناك عرض لمجلس المحافظة من قبل اللجنة المالية لإعانة تم تقديمها من وزارة الإدارة المحلية للمحافظة بقيمة 3 مليار ليرة سورية لدعم الموازنة المستقلة. طبعا في هذا الإطار كان هناك طلب من السيد محافظ اللاذقية لتخصيص مجلس مدينة اللاذقية بمبلغ 1,400,000,000 ليرة سورية لتنفيذ وتعاقد لتحويل القمامة من أحياء مجلس مدينة اللاذقية، إضافة إلى أن قام بتخصيص مبلغ 250,000,000 لمدينة الحفي ونفس المبلغ لمدينة القرداحة وأيضا نفس المبلغ لمدينة جبلي. البلديات أي الدرجة الرابعة يتم تقديم الإعانات مباشرة إلى هذه الوحدات الإدارية للقيام بأعمال الصيانة للضواغط وقيام بترحيل القمامة ولتأمين الرواتب للعاملين في هذه الوحدات الإدارية. طبعا أكد السيد المحافظ أنه سيقوم أيضا بدفع مبالغ مباشرة إلى كافة البلديات بشكل جدول خلال الأيام القادمة لدعم هذه الوحدات الريفية لتقوم بواجبها في تخديم التجمعات السكنية التي تتبع لها. طبعا أيضا كان هناك طرح من بعض أعضاء مجلس المحافظة حول تقديم الخدمة في محطة المحروقات التي تتبع لفرع محروقات في اللاذقية، وبعض شكاوى المواطنين من تأمين أو استلام المخصصات وفق الرسالة على البطاقة وتأجيلهم. طبعا هذا الأمر تم طرحه وتم تكليف عضو المكتب التنفيذي لمتابعة هذا الأمر. الدورة العادية الرابعة لأعمال مجلس محافظة اللاذقية اجتراح للحلول لتطوير الواقع الخدمي بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للنجاح الاستحقاق الوطني في 15 من الشهر الجاري.